بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسعد الله مساكم جميعا بكل خير. باسمي وباسم فريق عمل محاضرات رواد علوم الرياضة الأسبوعية نرحب بكم أجمل ترحيب في محاضرتنا لهذا المساء، والتي سوف نتناول فيها بإذن الله محاضرة بعنوان مستجدات في علوم الأجهزة والتصنيع الفسيولوجية. يسلط الضوء على محاضرة هذا المساء سعادة الأستاذ الدكتور فراس عبد الحميد البدراني، رئيس قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بالكلية التربوية المفتوحة. باسمكم جميعا نرحب بسعادة الأستاذ الدكتور فراس، ونقول أهلا وسهلا بك دكتور، معاك الميكروفون وتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته الطيبين الطاهرين. بداية شكرا جزيلا لكل الإخوة القائمين على هذا الجروب الرائع، وعلى رواد الرياضة الذين كانت ولا زالت لهم بصمات جميلة في هذا الجروب، لإتاحتهم الفرصة للتحدث في موضوع جميل وسيعجبكم إن شاء الله، ألا وهو موضوع المستجدات، وتحديدا في مجال القياس والاختبار في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة. عنوان المحاضرة: الجهاز العراقي المبتكر للوثب العمودي الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى، أنا والأستاذ الدكتور أثير محمد صبري الجميلي، بتصنيعه، والذي يعتبر جهازا ذو دقة عالية من خلال تقنينه على ما يقارب ل 350 شخص ما بين تلميذ ورياضي. الهدف من تصنيع هذا الجهاز هو للحصول على ارتفاع الوثب العمودي وقياس القدرة اللاهوائية العضلية اللاهوائية القصوى للأطراف العليا السفلى وفق منظومة ثلاثية العمل إلكترونية كهربائية ميكانيكية. مثل ما نعرف أنه القدرة اللاهوائية العضلية اللاهوائية القصوى للأطراف السفلى تعد من أهم القدرات التي يسعى المدربون في مختلف الألعاب الفرقية والفردية إلى تنميتها وإلى الاهتمام بها في التدريب. ونحن نعرف أن كل رياضي الألعاب سواء كانت هذه الألعاب فرقية أو فردية هي يحتاج اللاعب فيها إلى القدرة العضلية اللاهوائية القصوى، لأنها تعكس كفاءة اللاعب وقدراته وإمكانياته، فهي قدرة تجمع ما بين القوة والسرعة. إن أهمية قياس الوثب العمودي بالنسبة للمدربين والمعلمين والمدرسين في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة أمر مهم جدا، ونحن من خلال هذا الجهاز سعينا إلى إبراز أهمية هذا القياس لسبب، وهو أن هذا القياس يعكس أولا قدرة وإمكانية اللاعب أو التلميذ، وثانيا يعتبر هذا الجهاز كاشفا للمواهب، وثالثا يعتبر معيارا حقيقيا نستطيع من خلاله أن نعرف مدى كفاءة وفاعلية البرامج التدريبية المستخدمة، لأن تحسن القدرة اللاهوائية القصوى للأطراف السفلى يعطينا دلالة واضحة على التقدم بالتدريب. في أحدى الأمسيات أنا والأستاذ الدكتور أثير كان لدينا نقاش في هذا الموضوع، وحقيقة تطرقنا إلى الكثير من المواضيع التي تخص القياس، فبدأنا نستعرض كل الاختبارات التي تناولت موضوع
الوثب العمودي ابتداء من الاختبارات التقليدية كاختبار سارجنت واختبار أبالاجوف عبر الحزام، وكذلك منصة القوة والقياس الليزري والكثير من الاختبارات الموجودة في المصادر والمراجع العلمية. فحقيقة بعد هذا الاستعراض وجدنا أن لكل نوع أو لكل اختبار من هذه الاختبارات حالة وقفنا عندها ووجدنا أنها يجب أن تعالج، أو فيها بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل وإلى ترتيب. هنا نستطيع من خلال ما موجود أمامنا أن نعرف ما هي أهمية الجهاز بالضبط. هذه الصورة، ابقى مع هذه الصورة. هذه الطرق التقليدية لقياس الوثب العمودي. في الصورة الأولى نلاحظ اختبار سارجنت اللي هو يقف اللاعب ويؤشر بإحدى يديه على الحائط ليحقق أعلى مسافة، ثم بعد ذلك يقوم بالقفز لأعلى مستوى لتحقيق أعلى قفزة تؤشر عبر اليد، وبالتالي نستطيع أن نقيس الفرق ما بين الإشارة الأولى والإشارة الثانية، ومن خلالها نقيم ارتفاع الوثب العمودي. حقيقة عندما استعرضنا هذا الاختبار وجدنا أن اللاعب أو المختبر عندما يقوم بالاختبار لحظة القيام فإنه سوف يبتعد قليلا عن الحائط، يعني يترك مسافة حتى لا يضايقه الحائط، بعدين يصعد يرتقي للأعلى ليحقق أعلى مسافة. هذا الابتعاد عن الحائط هو بحد ذاته يعد من العوامل المؤثرة التي تؤثر على دقة القياس، لأننا ونحن نعرف جميعا أننا عندما نريد أن نقيس صفة أو حالة أو قدرة أو ظاهرة معينة علينا أن نبعد كل الأمور التي من الممكن أن تؤثر على دقة القياس وموضوعيته. لذلك هذا الابتعاد البسيط عن الحائط قد يسبب لنا نتائج غير دقيقة، وبالتالي يكون القياس غير دقيق. الاختبار الآخر هو اختبار الريش اللي موجود الآن أمامنا بالصورة الثانية. هذا اختبار الريش هو صحيح يقيس ارتفاع الوثب العمودي، ويعتبر مؤشر لقياس القدرة العضلية اللاهوائية القصوى للأطراف السفلى، ولكنه هذا الاختبار لو لاحظناه، لو كان عندي فيديو كان عرضته أمامكم، هذا يقيس القدرة اللاهوائية ولكن من الحركة، يعني يقوم اللاعب بأخذ خطوة للخلف ومن ثم التقدم والنهوض والارتقاء للأعلى لتحقيق أعلى مسافة أعلى ارتفاع لضرب الريش، ومن ثم الإشارة بأعلى ارتفاع وصل له المختبر. إن أخذ مسافة حتى ولو كانت لقدم واحدة من الممكن أو بالتأكيد هو سوف يؤثر على القدرة الاختبار وعلى نتائج الاختبار، وبالتالي فإنه أيضا قد يسبب لنا مشكلة بدقة النتائج. لو نأتي إلى الصورة الثالثة والرابعة والخامسة، العفو الصورة في الصف الأخير اللي هي الحزام، حزام أبالاجوف الروسي، راح نشوف أنه أيضا هو اختبار تم تصنيع هذا الحزام وتم تقنينه بطريقة عكست صورة لقياس الوثب العمودي للأعلى. ولكن المشكلة التي تواجه الباحث أو الشخص القائم بالاختبار في هذا الاختبار أنه عندما نربط الحزام، حزام يعني شريط القياس بحزام اللاعب المختبر، فإن صفة الاستمرارية سوف تؤثر على دقة الاختبار، لأنه عندما يرتقي
سوف يستمر الحزام بال يعني بالحركة، وربما يعطينا نتائج يعني أعلى من القيمة الحقيقية للوتر، وبالتالي أيضا واجهتنا مشكلة. لذلك من خلال حوار وجدال ونقاش عميق أنا والأستاذ الدكتور أثير محمد صبري الجميلي توصلنا إلى أن كل هذه الاختبارات لا تعطينا القيمة الحقيقية لقياس الوثب العمودي، وبالتالي ذهبنا إلى دراسة القياس عبر الأجهزة. نأتي إلى منصة القوة. هذا الجهاز اسمه منصة القوة، وطبعا هو معروف لكل الباحثين بالضبط. هذا الجهاز هو منصة القوة، هو عبارة عن ضبط جيد. هذا الجهاز هذا هو عبارة عن جهاز يسمى بمنصة القوة. هذا الجهاز طبعا متطور جدا، ويحتوي على حساسات تربط بالحاسبة. يقف اللاعب على هذا الجزء الأبيض اللي تشاهدوه أمامكم، ويقوم بالقفز، ومن خلال القفزة يتم حساب عدة متغيرات، منها قوة القفز وارتفاع القفز، يعني ارتفاع ارتفاع الوثب، قوة الوثب وارتفاع الوثب. هذا الجهاز لا غبار عليه، وهو جهاز متطور جدا، وطبعا مصنع من قبل شركات لها يعني باع طويل ودقيقة جدا بالتصنيع. ولكن مشكلتنا في هذا الجهاز أنه غالي الثمن، ولا يمكن أن يحصل عليه جميع الباحثين. يعني هذا الجهاز هو غالي الثمن، قد الموديلات الحديثة لهذا الجهاز قد تصل إلى 25 أو 30 ألف دولار، ولا يمكن أن يتواجد في الكليات إلا في المراكز البحثية، وهو جهاز حساس جدا. ونحن نعرف أن الجهاز من أهم مميزات الجهاز الناجح الذي يمكن أن يستخدم في مجال القياس والاختبار، هو جهاز دقيق وذو كلفة منخفضة. يعني السبب حتى يستطيع كل الباحثين أن يستخدمون هذا الجهاز وأن يكون في متناول أيديهم. النقطة هنالك أيضا اختبار آخر ممكن قياسه، قياس الوثب العمودي من خلاله، اللي هو اختبار الاختبار الليزري. الاختبار الليزري أيضا لجأ إليه قياس الوثب العمودي، ولكن مشكلتنا في أنه يقيس أعلى نقطة يصل إليها اللاعب. نعم، هذا الاختبار يقيس أعلى نقطة يصل إليها المختبر، أو تحدد من خلال منطقة الرأس. ولكن المشكلة التي صادفتنا في هذا الاختبار أن منطقة الرأس وتحديدا الرقبة هي منطقة مفصلية متحركة، يعني عندما يقفز اللاعب أنا لا أضمن أن رأسه سوف يكون ثابت، بمجرد أي حركة بسيطة للأمام أو للخلف قد غير يعني غير دقيقة 100%، يعني لا تعد الحالة المراد قياسها بالضبط. يعني رأس اللاعب للأمام أو للخلف قد يتغير، تتغير مسافة الوتر. لذلك قررنا أن نصنع جهازا محليا بفكرة ذاتية، من خلالها نستطيع قياس ارتفاع الوثب، ومن خلاله أيضا نستطيع أن نحصل على مؤشر لقياس القدرة العضلية اللاهوائية القصوى للأطراف السفلى. الجهاز العراقي المبتكر للوثب العمودي اللي هو أمامكم الآن تعرض صوره، هو عبارة عن منصة حديدية ترتكز عليها منصة قطعة خشبية، وهذه القطعة تغلف بمادة مطاطية لضمان سلامة اللاعب عند الرجوع بعد النهوض بعد الوثب. عندما يعود إلى سطح المنصة ف
فإننا يجب علينا أن نؤمن سلامته. لذلك غطينا هاي المنطقة بمادة مطاطية خفيفة تمتص زخم الرجوع. المنصة الحديدية هي عبارة عن منصة طولها الإطار الحديدي والقاعدة، هي عبارة عن مثل ما أمامكم قاعدة مستطيلة الشكل، أبعادها 160 طولاً و107 عرضاً، ترتفع عن مستوى سطح الأرض بست أرجل حديدية مثبتة، ثلاثة أرجل في كل جهة. طبعاً ترتكز على لوح خشبي، وهذا اللوح قوي جداً، ومن ثم تغطى بغطاء مطاطي مثل ما ذكرنا لضمان سلامة اللاعب أو المختبر من أجل امتصاص زخم هبوطة. عندنا الجزء الثاني من الجهاز هو منظومة القياس الميكانيكية. في منظومة أخرى بالجهاز، هذه المنظومة هي عبارة عن عتلة ميكانيكية. هذه العتلة تتألف من لسان معدني يرتكز أو يثبت في أنبوب معدني طوله 120 إلى 122 سنتيمتر مشرح. هذا الأنبوب شروح ما بين شرح أو شق وآخر هو 1 سنتيمتر، يعني بين الشق الأول والثاني 1 سنتيمتر، الثاني والثالث 1 سنتيمتر، وهكذا إلى أن وصلنا إلى ارتفاع 120 سنتيمتر. هذه المنظومة تم تركيب فوقها أيضا منظومة أخرى إلكترونية لقياس المساء الارتفاع إلكترونيا، طبعا تم تثبيتها بشكل صحيح، وتم وضع حساسات وسنسرات لقياس المسافة بدقة، بحيث تقيس لنا المسافة من سطح الجهاز إلى أعلى ارتفاع يحققه اللاعب المختبر. هذه المنظومة يتم تثبيتها بدقة وبشكل محكم، ويسحبها سلك فولاذي. السلك الفولاذي طبعا راح نشوفه الآن بالفيديو بعد أن أكمل الشرح، سوف نعرض على حضراتكم فيديو. هذا الفيديو سيبين أولا طبيعة الاختبار وكيفية الاختبار، والفيديو الآخر سيبين أجزاء الجهاز وتفاصيله بالتحديد. طبعا السلك الفولاذي سوف يسحب هذه المنظومة عند النهوض، سوف يسحب هذه المنظومة. إليكم الآن فيديو راح أبين. الجهاز هو عبارة عن منصة حديدية مستطيلة الشكل ذات أبعاد 107 سنتيمتر في 160 سنتيمتر، ترتكز على قواعد حديدية ارتفاعها 20 سنتيمتر. هذه القواعد هي 6 قواعد، 3 من الجهة اليمنى و3 من الجهة اليسرى. في منتصف المسافة تم تثبيت أنبوب حديدي بارتفاع 120 سنتيمتر. هذا الأنبوب تم تشريحه، إذا تجي تبين لبنان توضح لي، تم تشريح هذا الأنبوب بشكل محكم ودقيق جدا، بحيث بين شق وشق المسافة بين شق وآخر هو 1 سنتيمتر. 1 سنتيمتر. طبعا هذا الأنبوب تم تثبيت عتلة ميكانيكية الشكل، عفوا ميكانيكية العمل. هذه العتلة يعني تعشقت بهذا الأنبوب المشرح أو المشقق بهذه الشقوق، وتم ربطها بسلك قوي مثل ما نشوف هسه. هذا سلك قوي جدا، وهذه العتلة تم ربطها يعني بعد أن تعشقت بهذا الأنبوب، تم ربطها بهذه الأنبوبين الحديدية، يعني الحديدية أنبوبين ستيل حديدية، وربطها بشكل محكم بحيث تكون حرة وسهلة الحركة إلى الأعلى. هذه العتلة ربطنا فوقها
حساس إلكتروني ذو شاشة إلكترونية. هسه شوف الحساس عندنا دي يقرأ صفر، المسافة صفر، دي يأشر لي المسافة صفر، يعني أنه الجهاز ماكو أي مسافة، ماكو أي مسافة متحققة. طبعا هذا يربط كهربائيا بالكهرباء، ووضعنا شريط قياس اللي هذا طبعا جانبي لقراءة المسافة أيضا إلكترونيا وبصريا. الجهاز طبعا الهدف طبعا هذا السلك مثل ما نشوف الآن صاعد وداخل بهذه البولبرنات، هذه البولبرنات، ومن ثم نازل بأنبوب. شوف هذا الأنبوب، هذا الأنبوب أنبوب بلاستيكي، والهدف من إدخاله بهذا الأنبوب للقضاء على استمرارية السلك أثناء السحب، لأن أي يعني نوبات من نسحب السلك فتحدث عندنا استمرارية بالسلك، وبالتالي تكون نتائج القياس غير دقيقة. هذا السلك يمتد أيضا من أسفل الجهاز ببولبرنات، يعني يدخل ببولبرنات ومن ثم يخرج من هذه الفتحة ليرتبط بحزام محكم جدا قوي. شوفوا هذا الحزام، هذا الحزام، وليتم ربطه على خصر اللاعب. طبعا هنا قليلة هنا يعني في الدقة، هذه نقطة النهوض أو الارتفاع. خلينا نتصور أنه اللاعب هنا هو واقف ومربوط بهذا الحزام، فبأي بمجرد أي قفزة، مجرد أي دكتور موسى عرض لنا فيديو القفز. اي هذا هو انا عرض عندكم الحين، صحيح واضح؟ اوكي عيد العرض، عيد العرض. واضح يا دكتور؟ واضح، واضح جدا. هذه حالة بالحركة البطيئة، راح نشوف اللاعب شلون راح يؤدي الحركة على الجهاز، راح يؤدي ارتفاع الوثب، يعني اختبار الوثب العمودي على الجهاز العراقي المبتكر. هذا أحد التلاميذ في المدارس الابتدائية. الصورة، هذه الصورة هي للأنبوب اللي ارتفاعه 122 سنتيمتر. هذا الأنبوب إذا نلاحظ هذا الأنبوب، نلقي نظرة عليه، راح نشوف أنه هذا الأنبوب مشرح أفقياً بمسافة، يعني مسافة شقوى آخر بين شقوى شقوى 1 سنتيمتر، اللي راح تدخل به لسان العتلة الميكانيكية، واللي راح تحسب لي المسافة لأقرب سنتيمتر. هذا الـ طبعا هذا الـ اذا نلاحظ الشقوق بالجانب، احنا خالين بالضبط بالجانب خالين، طبعا هنا راح يبينك فرق، لكن هو احنا يعني من تلقي نظره عليه عن قرب راح تشوفه انه هو مطابق السنتيمتر امام، يعني نهايه السنتيمتر على الشريط القياس هو امام الشق بالضبط، يعني بالضبط القياس دقيق جدا، لا يقبل الخطأ. هو مقسم بمسافة 1 سنتيمتر وشريط القياس هو 1 سنتيمتر. الصورة الأخرى تبين لي هذا السلك اللي راح يسحب اللاعب ويمر عبر منظومة بولبرنات مغلفة بأنبوب بلاستيكي للقضاء على صفة الاستمرارية. طبعا مربوطة هذه هذا السلك مربوط إذا نلاحظه بهذا الشريط الأحمر وبحزام الخصر أو حزام الجذع. طبعا هذا الحزام
حزام قوي جدا وغير مطاطي ولا يقبل الحركة عندما يربط بإحكام، يكون ملفوف بشكل محكم على خصر اللاعب أو على جذع اللاعب، بحيث لا يعطي أي حركة للخلف أو للأعلى أو للأسفل أو يمين أو يسار. إذا تلاحظون الحزام الأحمر هو حزام نستطيع أن نصغر بالحزام ونكبر، نصغر الحزام أو نكبره، والسبب هو أنه هنالك لاعب طويل ولاعب قصير، حتى نقضي على هذا الفرق نستطيع أن نتحكم بطول الحزام. هذا الحزام الأحمر إذا تشوفوه أمام حضراتكم، هذا الحزام الأحمر هو لمعالجة طول وقصر اللاعب المختبر، لأن هنالك فروق ما بين لاعب وآخر من حيث الطول. هذا الحزام طبعا قوي جدا ومحكم أيضا. هذه صورة أمامية للجهاز العراقي المبتكر للوثب العمودي. الصورة الأخرى دكتور موسى، هذا هو الأنبوب، الأنبوب اللي باللون الأسود، الأنبوب المعدني المشرح، وأمام أنبوبين من مادة السلستيل القوية اللي تدخل بها العتلة الميكانيكية. وإذا تلاحظون في وسط هذا الأنبوب الأسود هو أكو خط اللي هو هذا السلك المعدني السلك الفولادي القوي اللي راح يسحب العتلة الميكانيكية والمنظومة الإلكترونية. الصورة الأخرى هي منظومة البولبرنات، إذا تشوفوها تلاحظوها، هي منظومة هي عبارة عن بولبرنات يدخل فيها السلك بحيث يجري بشق داخلي لهذه البولبرنات لتسهيل حركة السلك. وعند النزول، طبعا هذه في أعلى قمة الأنبوب المعدني، عند النزول من الضفة الأخرى أو من الجهة الأخرى، شوف هاي بصورة جانبية، ارجع لي بالضبط، من ينزل لحظة عند نزول السلك يدخل في أنبوب، هذا الأنبوب أنبوب بلاستيكي قوي. السبب هو أننا حتى نحافظ على حركة السلك ونبعد صفة الاستمرارية نقضي عليها بشكل نهائي، دخلنا هذا السلك في الأنبوب المعدني لكي تكون النتائج دقيقة حقيقية. أعطيني الصورة الأخرى، هذه صورة أمامية أيضا للجهاز، ونشوف نلاحظ أنه هذا الجهاز مربوط كمنظومات ثلاثة، مربوط بالكهرباء، في الكهرباء تزويده بالطاقة الكهربائية لتشغيل المنظومة الكهربائية والإلكترونية. هذه صورة خلفية، هذه صورة خلفية. ألو دكتور، هذا فيديو يعرض الحركة، حركة اللاعب أثناء القفز، ولكن من الخلف، بحيث راح نلاحظ كيف تتحرك المنظومة الميكانيكية والإلكترونية. انتبه، شوف المنظومة، أعلى نقطة حققها اللاعب استقرت عليها هذه المنظومة، وقفت، ومن خلال هذه النقطة نستطيع تحديد أعلى ارتفاع للوثب العمودي. إن الهدف من تصنيع هذا الجهاز وأهميته دقة القياس اللي عالجنا بها كل المشاكل اللي قد تحدث في الاختبارات الأخرى. 2، قلة تكاليف هذا الجهاز. تم تصنيع هذا الجهاز محليا بجهود ذاتية محلية وبمبلغ لم يتجاوز $900. $900. ثالثا، هذا الجهاز أعطانا دقة عالية بالنتائج،
وبعد تقنينه على مجموعة كبيرة من المختبرين من التلاميذ بمختلف فئاتهم وعلى الرياضيين، استطعنا بعد المعالجات الإحصائية أن نكتشف بأن المعاملات التي حصل عليها هذا الجهاز عالية جدا، وبالتالي أثبت كفاءته وفاعليته. أخيرا أقول أن هذا الجهاز الهدف منه هو أولا لابد من استخدامه في المؤسسات التربوية والتعليمية، لأنه يعتبر من أهم الأجهزة التي من خلالها نستطيع اكتشاف الموهوبين ومعرفة إمكانياتهم وقدراتهم، وتحديدا في مجال الوثب العمودي، وبالتالي توجيههم نحو تخصصات تحتاج لهذه القدرة اللاهوائية القصوى للأطراف السفلى. اثنين، من الممكن أيضا أن تستفيد منه المؤسسات الرياضية والأندية والاتحادات كجهاز من خلاله يستطيع المدرب أن يقيم كفاءة اللاعب البدنية وقدراته وإمكانياته في القدرة اللاهوائية القصوى للأطراف السفلى. أيضا من الممكن أن تستخدم كليات الشرطة والكليات العسكرية لتقييم الحالة البدنية لمنتسبيها. طبعا هذا الجهاز حصل على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط العراقية، وأخذ مساحة كبيرة في الإعلام، حيث بعد أن تم نشره على صفحتي الشخصية تم عرضه في عدة قنوات فضائية عراقية، وأيضا تناولت خبر هذا الجهاز بعض الصحف المحلية كصحيفة المدى وصحيفة الصباح العراقية. في ختام حديثي أتقدم بشكري وامتناني للأخ الكريم الدكتور موسى وكل الأخوة الجنود الذين هم خلف الكواليس والذين هم يسعون لتقديم كل ما هو جديد وحديث في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة عبر هذا الجروب الرائع. وشكري وامتناني وتقديري إلى كل الأخوة الذين شاركونا في الاستماع والاستفادة من هذه المحاضرة، وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في تقديم هذه المحاضرة، وشكرا جزيلا للجميع. الله يعطيك العافية دكتور، وكثر خيرك إن شاء الله. تفضل أستاذ سعد. دام فضلك إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور فراس، وشاكرين ومقدرين لك محاضرة قيمة ومعلوماتها جدا غنية. ثلاث منا كل الشكر والتقدير دكتور فراس. الله يبارك فيك. ودنا أستاذ موسى شوف لله. تفضل دكتور. دكتور بسمان. نعم. الله ينعم عليك. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. إن شاء الله جميع طيبين. أنا الحقيقة دريد هي ليس سؤال وإنما الحقيقة مداخلة بسيطة. إحنا دائما عندنا مشكلة بالمصطلح. إذا يسمعني دكتور فراس يعني أكيد. نعم يسمعني. دكتور. نعم. شون صحتك؟ الأنبار شونها؟ الحمد لله. إن شاء الله. الله يجعلكم. الله يبارك. الله يحفظك. اي يعني أنا من بعد اذن دكتور موسى والاخوه المستمعين جدا حقيقه. اني في رسالتي الماجستير اللي انهيتها سنه 89، يعني قسم من الموجودين يمكن حتى يجوز ما كانوا داخلين بالاعداديه، بس هذا مو يعني مو بس هو بس هي للمسحه فقط. يعني الحقيقه كنت ابحث عن اختبار لقياس القدرة العضلية للأطراف السفلى، لأنني كانت رسالة الماجستير مالتي هي منهج تدريبي لتطوير عضلات الأطراف السفلى وأثره في تحقيق الارتفاع الملائم لإداء قلبة مكورة دورتين في الجمناستيك الفني.
أوكي؟ نعم. وبحثنا وحتى كان يعني من الناس اللي استشاريتهم في وقتها هو دكتور أستاذنا الفاضلاني، طبعا دكتور أثير محمد صبري بطل العراق بالزانة لأكثر ما أعرف من 15 سنة ما حد قدر يكسر الرقم مالته حتى نعرف الناس الموجودين، وهو خريج ألمانيا. معروف دكتور بسمة معروف، تفضل. أي نعم، فالحقيقة هذا الاستشاريت أيضا. هذا الاختبار كمثل ما ذكر الدكتور فراس يعطي مؤشر، وكل الأجهزة اللي شرحت هي تعطي مؤشر. السؤال أو المداخلة اللي أريد أقولها أنه فقط لوحة قياس القوة اللي هي فورس بلاتفورم، لأن بيها سترين جيجز وبيها تردد وبيها أمبيفاير لتصفية الإشارة اللي هي بيها تردد يفوق 1000 هرتز للثانية. وطبعاً أكيد هي مكلفة، الأرقام اللي ذكرها الدكتور فراس هي مكلفة جداً. الجهاز اللي حضرتك أنت قدمته أولاً هو يقيس مؤشر، يقيس الارتفاع. هناك جهاز آخر أنت ما أعرف يا أما ما مطلع عليه أو ما كنت ما تعرفه، هو عبارة عن سجادة بسيطة ما تصغير، مربعة وترتبط باللابتوب وبمصدر كهرباء يقفز عليها اللاعب من لحظة قفزه لحد نزوله، تقيس المسافة اللي بقاها بالهواء وتنطيك رقم. نعم، وسعرها زهيد. المشكلة الآن اللي عندنا هي يعني بهاي بس المداخلة حول الأجهزة، يعني أنت تقيس مؤشر ولا تقيس قدرة، هذه واحدة. نعم. مؤشر للقدرة أنت يعطيك. نعم. ارتفاع، والارتفاع عن طريق وزن اللاعب والزمن أو التصوير أو الكذا وبمعادلات معينة راح تستخرج مقدار القدرة، لأن نعم. القدرة حقيقة أولاً أنا سؤالي ليش سميتها قدرة لا هوائي، هاي واحد. أنا هذه الحقيقة ضمن معلوماتي المتواضعة أول مرة أسمعها، هي قدرة عضلية. وكل المصادر، نترك المصادر العربية لأن أكو اختلافات بالمصطلحات الحقيقة، نروح للمصادر الأجنبية، كل المصادر اللي بالتدريب وبعلم البايوميكانيك والكينسيولوجي والاختبارات الفسيولوجية تسمي القدرة باور، والباور هي عبارة عن حاصل ضرب القوة في الإزاحة على الزمن المستغرق، وهذه ما حد يقبل بها خطأ لأن هاي معادلة رياضية، يعني حتى أهل الهندسة يستخدموها. فأنت ليش سميتها قدرة لا هوائية؟ فسر لي هذا الموضوع، هل هناك قدرة هوائية؟ هل هناك قدرة هوائية؟ القدرة دكتور يعني هو طبعا شكرا جزيلا لحضرتك دكتور ولهذا السؤال، وإجابة على هذا السؤال، القدرة اللاهوائية يقصد بها أن متطلبات الأداء، يعني لحظة، يعني أن الأداء تم تنفيذه وفق عمل لاهوائي، يعني انضباط. نعم. نعم، هو يعني جاءت هذه التسمية من 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 كيفية الأداء، يعني تم الأداء وفق انقباض عضلي سريع وقوي لحظي. والله يا دكتور ما واضح، لأن هاي أنت راح تدخل بأنظمة الطاقة، وأنت هذا الموضوع حس الآن إحنا بعيدين عنه، وأنا ما أريد أدخل به الآن السي بي والأي تي بي والآخره بعد إذن الأخوان، لأن أنا طولت حسه، يعني أنا أخذت من وقت الجميع يمكن، بس أنا أقول عفواً يعني أنه لو تطلق عليه مصطلح القدرة العضلية اللي هو قوة بإزاحة على زمن وانتهى الموضوع، اللي هو مؤشر القدرة العضلية للأطراف السفلى، يكون للأطراف السفلى. أي يعني من تقول قدرة لا هوائية الموضوع يختلف، ترى الموضوع يدخل بغير نطاق، لأن هسه أنا أقول لك راكض 100 متر أول 10 ثواني هو قدرة لا هوائية، هاي شو اسمه؟ نعم دكتور، مو هنا إذا ندخل بأنظمة الطاقة. لا تدخل، لا تدخل بأنظمة الطاقة، هذا مو موضوع المحاضرة، عفوا يعني أنا بس هذه حبيت مداخلة، بس مقترح هو أنه تطلق على الجهاز، أنه جهاز لقياس القدرة العضلية للأطراف السفلى. نعم، أي عن طريق القفز العمودي، أنت القفز العمودي إذا تأخذه. نعم، هاي فقط أنا هذا تعقيبي. أي دكتور طبعا شكرا جزيلا، ويعني حقيقة ملاحظة جيدة جدا ورائعة جدا، وأنت أستاذنا، يعني أنت درست. لا عفو أخي. نعم عفو. دكتور أنت أستاذنا، وهي حقيقة
يعني حتى نظام الطاقة الأول اللي هو الفوسفاجيني بعض المصادر تقسمه حسب طبيعة الأداء. يعني مثلا هسه رمي الرمح أو قذف الثقل هذا يعني هو عبارة عن إنتاج أقصى انقباض لحظي. دكتور فراس عيني، نعم. كلامك صحيح 100%، وأنا مريض يعني خلي نغلق النقاش لهنا لأن هو أنا بس اعتراضي على تسمية القدرة اللاهوائية. أنت قصد قدرة عضلية، مدى تتعامل فسلجيا، أنت دا تتعامل ميكانيكيا مع صح. هذا الموضوع صحيح، وهو صحيح. مؤشر للقدرة وليس قياس القدرة الحقيقي. هو جهاز ممتاز جدا، ولأول مرة أنتم تعبانين عليه ومشتغلين بدقة، وأنا شفت طريقة القياس الآن. أنا قريت عنه من نشرة دكتور أثير، بس الآن من شفت الفيلم حقيقة دقيق جدا، ولكن يقيس مؤشر القدرة. شكرا جزيلا. نعم. وأنا آسف للإطالة دكتور. يحفظك. آسف للإطالة. شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك العافية دكتور بسمان. الله يعافيك، مع السلامة. وياك شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أستاذي. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأخوة دكتور نزار. الصوت لو سمحت. نعم، ارفع الصوت شوي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم الأخوة الأعزاء دكتور موسى، دكتور سعد والأخوة القائمين على هذه المجموعة الطيبة. السلام عليكم أخي دكتور فراس. عليكم السلام. شكرا لجهودة ما كنت وأنت أنت اللي كنت مشرف مثل الدكتور هذا الكبير. الله يبارك. لاحظتي على جهاز حضرتك، أقول لك بشكل سريع، وطبعا ما راح أقلل من أهمية الجهد المبذول الكبير. قد لعله هذه الملاحظات تصب في صالح الجهاز. أولا أبتدئ من تسمية الجهاز. أطلقت عليه اسم الجهاز العراقي لقياس الوثب العمودي. أنا أعتقد التسمية تحتاج إلى أكثر، يعني بدليل أن العينة كانت فقط في بغداد و 350 ومستويات مدينة وأعمار صغيرة، ولا يمكن إطلاق صفة الإطلاق على البلد كامل باعتبار أنها ما أخذت نظرة باعتبار المساحة للعينات في الموصل في البصرة في المحافظات حتى تطلق على هذه التسمية. أعتقد التسمية تكون باسمك أو باسم دكتور أثير أو باسم يكون أوفر. السؤال الثاني حقيقة، عندي إشكال على العين، العين اللي شفتها عين أعمار صغيرة، وإحنا في بناء المقاييس أو في تصميم الأجهزة عندما تطبق يعني تبتكر جهاز، عينة البناء أو عينة التقنية يجب أن تكون موافقة لعينة التطبيق النهائي. أنت تريد تطبق على الشرطة والجيش أنت ماخذ أعمار صغيرة، أيضا هذا يعني صار عندي إشكال منه. نعم. الشيء الثالث، المسافة ما بين المنصة والأرض، هذه المسافة ما أعرف شلون كيف عالجتها. يعني عودنا على الاختبار الوثب يسار جنسنا الأرض، ما عندنا مشاكل يعني حقيقة كثيرة من حيث الأجهزة. هذه أيضا ما سمعت حضرتك شلون عالجتها هاي المسافة من حيث جاذبية الأرض أو ما شابه. نعم. يعني أنت أشكلت على الأجهزة كل، وأيضا وقعت في إشكالات كثيرة مثل الحزام، مثل البوردرينات، مثل لسان العضلة، السلك، الشريط. نعم. هذه كلها أيضا مع الزمن تتآكل، لا سيما أن هذا الجهاز حقيقة مكلف، مو مكلف، يعني دولار كثير على مدرسة، على منادي، على مؤسسة، وهذا مع تقادم الزمن راح يتآكل هذا السلك أو اللسان أيضا هذا. نعم. يعني ما أعرف يعني شلون علشته في الأخير. طبعا أنا شاكر جهدك للحقيقة، جهد كبير وعظيم، وأتمنى لك التوفيق وشكرا جزيلا يحفظك. الله يبارك فيك دكتور. اسمح لي أن أجيبك على تساؤلاتك. أنا طبعا شكرا جزيلا لهذه التساؤلات. وبالنسبة للتسمية حقيقة إحنا من يعني بعد أن أكملنا تصنيع الجهاز وصلنا إلى مرحلة الاسم، فوفاء وحبا لبلدنا العراق اللي عبر هذه السنوات مر
بمراحل يعني تعب بها هذا البلد. فوفاء وحبا لهذا البلد احنا سميناه باسم العراق تحديدا، وهذا واحد. و دكتور هذه ما لها علاقه، قضيه علميه، الوفاء كله هذا واضح، بس القضيه العلميه تقتضي يعني حضرتك تكون متاحه من العينه تكون ابناء البلد حتى تعلم هذا الجهاز، يمكن ان تطلق عليه اسم الجهاز العراقي اللي بعدك نفس الجهاز يطبقه في البصره في الموصل في تكريم في الانبار في الجنوب، ايش راح يسميه؟ دكتور هو يعني اعتقد التسميه ما لها علاقه بال يعني انا اشوف يعني بهذا الجانب، يعني اذا جبنا واحد من البصره وجبنا واحد من الموصل وجبنا واحد من الانبار اللي تم عليه الاختبار عادي، ما ممكن راح يعطي نفس يعني هسه احنا اذا قسنا واحد مثلا جبنا فيته وقسنا طوله ابو البصره من راح نجيب واحد من الموصل او من بغداد او من تكريت او من اي محافظه راح نقيسه بالفيته راح تعطينا يعني دقه بالقياس. هو جهاز موضوعي يعني من خلال المعالجات الاحصائيه اثبت انه موضوعي بالقياس، ومن قارنا طبعا بالمناسبه يعني اكو نقطه نسيت اذكر لكم اياها، احنا عندما طبقنا هذا الجهاز طبقناه على عينات مختلفه يعني ابتداء من الاول ابتدائي صعودا الى الثانويه ولاعبين في مختلف الفئات ومن مختلف الالعاب يعني حتى يكتسب الشرعيه من الناحيه من يعني سياقات بحثيه. نعم الصوت غير واضح. عدد 350 يعني طبقتهم اكو عينات اخرى غير 350 ذكرتهم؟ طبعا عينه بناء وعينه تقنين دكتور خضع لسياقات علميه بحته هذا الجهاز، يعني انا ما ذكرت لك كل التفاصيل. بالمناسبه هذا الجهاز عملنا من خلاله 4 بحوث، احد هذه البحوث شاركنا فيه بمؤتمر عجمان الدولي انا والدكتور اثير، طبعا كان من البحوث اللي يعني اشادوا بها واشاروا لها بالنجاح، لان كانت يعني مقارنه ما بين اختبار سارتشنت واختبار حزام أبلاجوف، سوينا مقارنه بالقياسات فطلعت دقه عاليه وكانت لصالح الجهاز. هذه نقطه. النقطه الثانيه احنا من قننا الجهاز من بنينا وقننا اخذنا مختلف العينات، لذلك هذا الجهاز اتصف بالموضوعيه اللي هي احدى اهم الاسس العلميه، فمن اطبق على غير عينات بالبصره او بالموصل او بالبغداد او باي محافظه من محافظات العراق راح ينطيني ايضا يعني قياس دقيق، ما ممكن يعني ما ممكن يختلف القياس ما بين محافظه واخرى. هاي نقطه. النقطه الاخرى بالنسبه للمسافه ما بين الجهاز والارض، الجهاز اكو مسافه 20 سنتيمتر. هذه المسافه يعني احنا اثناء التصنيع كنا مجبرين ان نعلي الجهاز بهذه المسافه، ليش؟ لان المنظومه عمق المنظومه الالكترونيه والميكانيكيه هو كان تقريبا ما يقارب ال 15 سنتيم، فاذا خليناه ويا سطح الارض المنظومه راح يعني راح تكون حركتها تعيق، يعني سطح الارض راح يعيق حركه هذه المنظومه. بالتالي نعم طبق سويت لها، ليش خليت هالفارقه؟ ما اسمعك دكتور الصوت غير واضح. قلت انت سويت لها طبق كونكريتيه. لا دكتور مو احنا صبه كونكريتيه، شلون واحنا نريد ننتقل به من مؤسسه لمؤسسه ومن من منطقه لمنطقه ومن مدرسه لمدرسه، وانت تعرف حضرتك انه الجهاز من مواصفات الجهاز الناجح انه سهل النقل وسهل الاستعمال وممكن انه يستفيد منه اي باحث. تقصد يا حضرتك مثل ما سوى الفراش الالعاب ساحه وميدان نسبه العريض الثلاثي كذا قطاع الرمي. نعم خلص من هاي القضيه. نعم العفو دكتور السطح الجهاز اعتبرناه هو سطح الارض، لان اولا تعاملنا بمواد قويه جدا، واضافه اللي هو الحديد المنصه الحديديه والقاعده الخشبيه، وغلفناها بماده مطاطيه تمتص يعني اشبه ما يكون شلون من يصعد يقفز يعني يوثب على الارض
وينزل بالضبط. يعني تعاملنا وفق هاي المواصفات حتى نتخلص من هاي المشكلة. بالنسبة لل السؤال الأخير اللي حضرتك تطرقت له، ما أعرف شو كان السؤال. التكاليف البوردرينات الحزام، ها التآكل. نعم 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 نعم. بالنسبة للموضوع التآكل، الجزء اللي راح يتآكل من الجهاز هو فقط السلك الفولاني، مو تمام، على اعتبار أنه في حركة دائمة. طبعا هذا البولبرنات ما تتآكل، لأن هاي راح طبعا البولبرنات اسمح لي دكتور من فضلك، البولبرنات والقاعدة الميكانيكية هاي دائمة دائما احنا تخضع إلى عملية تزييت على مود تسهل الحركة، وبالتالي تمنع التآكل أو تأخر التآكل. هذا واحد. الجزء الأكثر عرضة للتآكل هو السلك فقط، سلك فقط. السلك ثمنه زهيد جدا، يعني كلش زهيد، ما يشكل فد سعر غالي، وبالتالي احنا نستطيع ان نستبدل السلك بسهوله جدا وبوقت قصير جدا. مجرد انه تفتح براغي اثنين تبدل السلك وتحط سلك جديد وتستأنف العمل. وفحص السلك هذا يبقى على نفس الجهاز طبعا. يا دكتور الله يعطيك الصحه والعافيه، الاستاذ سعد موجود مدير اللقاء، لانه صار اللقاء يعني عباره عن شو اسمه عذرا للعمل، صار يعني نقاش، يعني الواحد يطرح مجموعه من خلاص. لا لا وضحت وضحت دكتور مشان. دكتور نزار ممكن تناقشون في النقاط هذه يعني خارج موضوع المحاضره، عفوا يعني. الله يعطيك العافيه، شاكر لك شاكر لك. الان في اسئله كثير والوقت خلاص يعني قرب على النهايه. دكتور مشعان في سؤال؟ ايه نعم في سؤال يعني. تفضل تفضل. انا بيعطي يعني انوه على شيء قبل ما نبدا، انه واحد يطرح اسئلته ولا يعني يعني يضع شيء يعني رد يعني نقاش، لانه ما يبغى يعني وقت نقاش الان، بس فقط للردود على الأشياء. طيب انا بس عندي كذا سؤال دكتور، الله يعطيك الصحه والعافيه دكتور، ويعني جهد يعني تشكرون عليه، ويعني محاوله يعني فعلا ممتازه وجيده، ويعني وهذا اللي دائما يعني الناس تبحث عن مثل هذه الاشياء، يعني يكون في شيء جديد. السؤال اللي انا بس يعني لما ذكرت ان الطاوله فيها عليها يعني مغطاه بالمطاط، السؤال هل اخذ في عين الاعتبار انه المطاط قد يؤثر على شو اسمه القوه، لانه تعرف شو اسمه الضغط المطاط بيكون اخف من لما تكون الارض صلبه. هذا واحد. هو السؤال انا السؤال الآخر مقاومة الاحتكاك، طبعا الكيبل هذا بيكون فيه احتكاك، هل أخذ بعين الاعتبار هذا، لأنه وأنا شفت في مقاومة الاحتكاك هذا. نعم. هذا يعني وهذا مهم جدا في 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 هذا الموضوع. الشيء الآخر، أنت ذكرت أنكم نشرتوا في أحد المؤتمرات وقارنتم باختبارات أخرى مثل اختبار سارجنت واختبار آخر ذكرته. نعم. وحكمت على أن الجهاز أدق. نعم. كيف حكمت على هذا الجهاز أنه أدق إلا إذا كان عندك محكات مرجعية؟ نعم. استخدمتم محكات مرجعيه، ودي انك توضح لنا يعني وش المحكات المرجعيه التي استخدمتموها علشان فعلا تحكم على انه جيد او غير جيد. نعم. هذا اسمح لي اجاوبك. طيب على اساس في باقي واحد ما في بس. تفضل. اوكي انا اشكرك، طبعا اسئله جدا دقيقه، وهذا طبعا نابع من يعني المتابعة الدقيقة لعمل الجهاز وللشرح. بالنسبة للمطاط دكتور، تعرف حضرتك أنه المطاط هو على أنواع، أكو مطاط يعني شلون خلينا نقول يعطي مثل المطاط اللي نستخدمه بالجمناستيك،
في بساطة الحركات الأرضية إذا شايفه. هذا إحنا ما استخدمنا، استخدمنا مطاط شوية ب يعني درجة قساوة، يعني لا هو لين حيل ولا هو قوي حيل، يعني وسط. الهدف من استخدام المطاط هو إحنا لضمان سلامة اللاعب، لأن لو ارتقى وثب اللاعب المختبر ونزل وتحت أرض صلبة ممكن يعني يتعرض إلى إصابة كالتواء الكاحل أو ممكن يعني، لكن إحنا ارتأينا أن نخلي هذه المطاط لضمان سلامة اللاعب، وطبعا ما أعتقد يعني يأثر على دقة القياس، وحتى كانت المساوئ يعني سمك المطاط يعني ما يتجاوز تقريبا أقل من سنتيمتر أقل. وطبعا بالمناسبة إذا ترجع للجهاز وإذا ترجع إلى صور الجهاز راح تشوف أنه الجهاز كله مغلف بإطار أبيض. هسه هذا الإطار الأبيض، هذا طبعا هذا الإطار تحته هو المطاط، يعني المطاط صاير تحت الجهاز بحيث يعني أصبح من ضمن قاعدة الجهاز، بحيث ما يأثر على حتى عملية ضبط السنسر وضبط حساس المتحسسات الإلكترونية كان يتعامل من حيث المسافة مع سطح المطاط بالضبط. هذا إجابة السؤال الأول. بالنسبة للاحتكار، فعلا احنا أخذنا بنظر الاعتبار، وطبعا هذا الجهاز يعني أنا اختصرت لكم بالحديث عنه، تم عرضه على مجموعة من خبراء الفيزياء وخبراء الهندسة الميكانيكية، وكل واحد أعطانا فكرة وأعطانا ملاحظة. تم أخذ كل الملاحظات اللي طرحوها علينا الأخوة في مجال التخصص الدقيق في علوم الفيزياء والهندسة الميكانيكية، بحيث من عرضنا عليهم الجهاز كانت يعني احتكاك السلك مع البولبرين يعني تكاد تكون قيمة لا يعني مهملة يعني لا تذكر، لذلك أوعزونا بال يعني بالاستمرار بالعمل والقياس تقريبا دقيق. هاي نقطة. النقطة الأخرى طبعا سوينا إحنا درجات معيارية ومستويات كثيرة، ومن ضمن يعني أنا موجودة عندي إذا تحبون أرسل لكم إياها، يعني قسمناها إلى متوسط جيد جدا جيد على وفق يعني مستويات معيارية، مثلا أكثر من 37.8 سنتيمتر هذا أخذ المستوى المعياري ممتاز، من 34.90 إلى 37.79 من 37.79 إلى من 34.90 إلى 37.79 سنتيمتر جيد جدا، من 32 سنتيمتر إلى 34.89 جيد. قسمناها طبعا وكانت يعني هذه الجداول للمقارنة طبعا، لأن إحنا حصلنا على بيانات ونتائج مبهمة ما ممكن أن من خلالها نقيم جهازنا إلا من خلال مقارنتها بجداول ومستويات معيارية. وأنا كنت أتمنى دكتور أثير معانا يعني في هذا الجروب على مود يتداخل وهو يعني يضيف لنا ما إحنا عملناه من حيث المعالجات الإحصائية. هذا ما يخص أسئلتك دكتور اللي تفضلت بيها. طيب السؤال الأخير اللي كنت قلت لك الباقي السؤال هو طبعا الجهاز يكلف 900 دولار، أعتقد أنه بالنسبة للباحثين 900 دولار مكلفة على جهاز كباحث فردي، لكن بالنسبة لاختبار سارجين الاختبارات الأخرى ومثل ما ذكر الدكتور بسمان في اختبارات أخرى وفي أجهزة أقل كلفة، لأنك لو وازنت بين الكلفة والنتائج أو دقة النتائج قد لا تكون يعني متباعدة، يعني لأنها بالنهاية هي مثل ما ذكر أيضا أنا أيضا ما ذكر الدكتور بس أنا إنها مؤشرات، يعني بالنهاية هي مؤشرات. أنا لن أبحث يعني خصوصا مثلا في الاختبار القدرة لما أبحث عن أشياء يعني مثل السرعة أكسر جزء من الثانية أو كذا، لكنها عبارة عن يعني مؤشرات لو وزنت بينهم يعني بين الكلفة اللي بتكون أنا جهاز أو ما يكلفني جهاز
$50 مقارنة 900 هذا أقل كلفة. ولو استخدمت سارجن ما كلفني ولا يعني شيء بسيط يعني. بس دكتور نعم دكتور بالنسبة لاختبار سارجن واختبار حزام أبا لجوب هذا إحنا ليش ابتعدنا عنه؟ لأن طريقة القياس غير دقيقة 100%. إحنا مثل ما تعرف حضرتك إحنا في مجال القياس والاختبار في مجالات الفسلجة والتدريب الرياضي نبحث عن الأفضل أكثر دقة. يعني إحنا أنت ممكن تقيس سارجنت وممكن تحصل مؤشر قياس، ولكن السؤال هل هو دقيق جدا؟ هل هو عالي الدقة؟ من خلال يعني تطبيقنا لاختبار سارجنت يعني أو استخدامنا للحزام هل هو عالي الدقة؟ يعني هو هنا السؤال يطرح نفسه. استخدام مثل هذه الاختبارات التقليدية هل هو عالي الدقة؟ ويعطيك العافية دكتور. شكرا يعطيك العافية دكتور مشعل. السؤال الأخير الدكتور ناظم جبار. السلام عليكم. وعليكم السلام, السلام ورحمة الله. في البداية شكر وتقدير للدكتور فراس على إتاحة الفرصة والمحاضرة والجهاز، ونتمنى من كل الباحثين يعني يدورون على الأجهزة الجديدة وما هو الوسائل الجديدة للقياس. بس السؤال بالنسبة لسؤالي أنا يعني في كل جهاز أكو بروتوكول، يعني بروتوكول ما هو البروتوكول الموجود بهذا الجهاز يعني بصراحة؟ دكتور ما فهمت سؤالك، ماذا تقصد بالبروتوكول؟ يعني في كل جهاز إذا صنعنا الجهاز هو يعني كيفية قياس الداتا ويطلع لك النتائج، هناك معادلات هو يعني المعادلات المتداخلة هم يسموه بروتوكولات يعني في نعم 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 كيف كانت دكتور. هذه البروتوكولات نعم. وهذه المعادلات يعني دكتور دكتور ناظم إذا تسمح لي بالنسبة مثلا هذا الجهاز من الممكن أن نحصل على مؤشر لقياس الكفاءة البدنية معادلتها بسيطة الكفاءة البدنية تساوي كتلة اللاعب أو وزن اللاعب أو المختبر في الارتفاع على الطول بمعادلة بسيطة تستطيع أن تحصل على الكفاءة البدنية مثلا الشغل من خلال تصوير القفز نحن نستخرج الزمن والارتفاع نستطيع أن نحصل على الشغل يعني هذا هو مؤشر لقياس وليس جهاز يعطيك يعني قياس مباشر هو قياس غير مباشر حتى القدرة اللاهوائية أو مثل ما نوه عليها دكتور بسمان اللي هي القدرة العضلية للأطراف السفلى هي مؤشر لقياس يعني هو مو جهاز أو شاشة تعطيك رقم محدد لا هو يعطيك ارتفاع وثب ويعطيك ممكن زمن يعني إحنا نستطيع أن نستخرج الزمن ونستطيع أن نستخرج ارتفاع الوثب ومن خلاله نستطيع أن نحصل على عدة متغيرات مثل الكفاءة الشغل يعني شكرا للتوضيح حبيبي دكتور وليد دكتور وليد الكبيسي السلام عليكم واتمنى الاختصار دكتور وليد الاختصار ان الوقت خلاص انتهى تفضل ان شاء الله شلونك دكتور فراس اهلا دكتور وليد حياك الله يا مرحبا شكرا للقائمين على البرنامج ونتمنى لكم التوفيق بس عندي استفسارات زين القدرة اللي قستوها بيش بأي وحدة بالواط بالواط قبل شوية قلت ممكن الجهاز يكون نقيس به الشغل وقلت نعم. الارتفاع على الزمن ما أعتقد الارتفاع يمثل للقوة لأن الشغل ميكاني الشغل القوة في الإزاح إيه؟ كيف أنا أستعيض بالارتفاع عن القوة مو أنت من خلال اسمح لي يا دكتور وليد بالنسبة نعم. للشغل بالنسبة للشغل الشغل يعتمد على زمن وعلى شو وعلى مسافة على قوة.
وقوه. على قوه يا دكتور. لا 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 عفوا دكتور فراس، الشغل هو القوه في الازاحه. القوه في الازاحه. نعم. أيوة. أيوة. بينما القدرة هي القوة في الإزاحة مقسومة على الزمن المستغرق. على الزمن. على الزمن. نعم. بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. القدرة على نعم نعم نعم. بالنسبة لل ال ال الشغل ممكن نستخدمه، ممكن نستخرجه من مجموعة معادلات. يعني مثلاً. خلي دكتور فراس هو يتكلم عن فكرة الجهاز بس، ويبغى بس كيف تم القياس في الجهاز بس. نعم دكتور اسمح لي. مشكلة دكتور. اسمح لي ويا دكتور. نعم نعم. ايه دكتور هذا الجهاز طبعا هو لم يتوقف لحد هذه يعني هذا احنا بالنية انه نربط له سنسرات تحت القدم تقيس فرق القفز. يعني مثلا يعني على سبيل المثال من اوزنك على الميزان الميزان الالكتروني راح يكون وزنك خلينا نقول 90 تمام. لحظه الدفع راح تبقى 90 لو تتغير راح يتغير راح يتغير. هذا الفرق راح يمثل قوه الدفع ممكن من خلاله نستخرج الشغل. يعني عرفت شلون هنا راح يمثل لي هذا راح يمثل لي متغير القوة. الإزاحة راح يمثل لي شنو راح يمثل لي ارتفاع الوثب. وممكن احنا من خلال التصوير نستخرج الزمن. بالتالي راح نحصل على ثلاثة متغيرات من خلالها نستطيع ان نحصل على الشغل والقدرة. العفو دكتور فراس. نعم. العفو تسمح لي. أول شيء إذا اعتبرته شغل أنت رافع الجهاز عن الأرض 20 سنتيمتر. أنت اعتبرت سطح الجهاز دكتور. اسمح لي خلنا أكمل الفكرة بس خلنا أكمل الفكرة وبعدين أعلق. إذا تسمح لي. أسمعك. أنت رافع الجهاز 20 سنتيم. زين هنا دخلت لازم تدخل الجاذبية. الجاذبية الأرضية أنت هملتها. ومن المستحيل أن نعتبر الارتفاع يساوي الإزاحة. زين لأن أنت ما ارتفاع. تقدر تحول ما تقدر تحول دكتور وليد. لا هو الدكتور فراس قصده المسافة مش مسافة ارتفاع الجهاز على الأرض، مسافة القفز للاعب. مش كده دكتور فراس مفتهمه يعني. نعم. أنا مفتهمه دكتور بس هو الشغل يساوي لنا القوة في الإزاحة. هل من الممكن أنا أستعيد بالإزاحة لأن بالارتفاع؟ نعم. لا هو لازم هو شنو الإزاحة شنو الإزاحة هسه لحظة النهوض الوثب ما هي الإزاحة اللي يحققها اللاعب بالنسبة للوثب وتحديدا العمودي هي أعلى نقطة يصلها من لحظة انطلاقه من سطح الأرض إلى أعلى نقطة يصلها اللاعب تمام لو لا كيف انت كيف مو صح بس انت اهملت هنا الجاذبية الارضية دكتور سطح الجهاز يعتبر الارض اذا تسألني ليش راح اقول لك شلون اعتبر الارض المنظومة اللي احنا استخدمناها هي ترتفع بمقدار 15 سنتيمتر يعني اذا احنا خليناها ويا الارض راح تعيق عملها يعني ما راح تشتغل بالشكل اللي احنا نريده تشتغل فاحنا حكم يعني هذا هذا واحد اسمح لي خليني بس اوضح لك الفكره هاي وحده ثانيا هذا الجهاز من صممناه تم عرضه على مجموعه من الخبراء الفيزيائيين في جامعه بغداد وفي جامعه الانبار وعلى الخبراء في مجال الهندسه الميكانيكيه فطبعا مثل ما ذكرت انه هم انطونا مجموعه ملاحظات من ضمن الملاحظات اللي انطونا اياها استمرارية السلك يعني السلك احنا بالبداية ما كنا خالي بأنبوب بلاستيكي بالتالي كانت اكو استمرارية فمن يسحب اللاعب المنظومة راح ترتفع بارتفاع ما يقارب 5 سنتيمات فوق المقدار الحقيقي حتى نعالج هاي المشكلة قالوا نشيلوا هذا السلك دخلوه بأنبوب قطرة شوية اكبر من السلك حتى تقضون على صفة الاستمرارية طبعا هاي واحده من اهم الملاحظات بالنسبه لملاحظه الارتفاع قالوا ماكو مشكله انت ارفع عن سطح الارض وتعتبر قاعده الجهاز هي سطح الارض
زين العفو دكتور، انت جاي تحكي لي على السلك؟ نعم. يا نوع من الاحتكاك جاي يحدث بالسلك دكتور؟ احتكاك يكاد يكون مهمل، انزلاقي انزلاقي يكاد يكون مهمل، لان هذا بالتزييت انت لو تيجي تشوفه على ارض الواقع تشوفه هو عباره عن سلك فولاذي ناعم، يعني ناعم جدا، وداخل بولبرين، والبولبرين احنا دائما نخليه له زيت. شنو السبب؟ على مود نسهل حركته، لان الحركه مال السلك بال يعني اثناء العمل هو اصلا دا ينزلق، اضافه الى الزيت، وراح تكون حركته كلش سهله وخفيفه. ان شاء الله خير. مشكور. واضح 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 دكتور، واضح دكتور. مشكور مشكور. شكرا دكتور فراس. حبيبي دكتور موسى، الله يسعدك. باقي الدكتور جمال. دكتور باقي الدكتور جمال ترى رافع يده من اليوم يا طيب تفضل. معاش عفوا تفضل دكتور جمال. مساكم الله بالخير والعافيه. نشكر الدكتور على هذا المجهود الرائع، واحنا برضو نفتخر كعرب بهذا الجهاز، ونتمنى ان تتجه الابحاث نحو الهندسه الرياضيه لما لها من قيمه كبيره. سؤالي مباشره علشان ما اطولش بالوقت، لاحظنا في الجهاز في هناك وجود بكرتين في الاعلى، واعتقد كمان هناك في بكرات في الاسفل. طيب طول الواير او السلك واحتكاكه في البكرات وعدد البكرات وقطر البكره بتأثر على النتائج؟ احنا نعلم ان البكرات هي بتسهل العمل، بتسهل على التقلب على المقاومه، فهل البكرات نعم ما بتاثر على دقه النتائج ام انه محسوب حسابها في هذا الجهاز؟ شكرا. طبعا شكرا جزيلا، شكرا. طبعا سؤال ذكي جدا، و يعني نابع من متابعه دقيقه جدا. عدد البكرات ومكان البكرات تم تحديده من قبل الخبراء، خبراء التخصص الدقيق اللي نعرض عليهم الجهاز. يعني في بداية التصنيع كانت البكرات أقل من هذا، يعني أقل من هذا الارتفاع تقريبا متر، بعدين قالوا ارفعوها إلى مسافة 1.20 متر، وبحيث ينزلق عليها السلك، ومن تنزل بالأنبوب البلاستيكي أيضا راح تنزل يعني نزولها شاقولي، ودخلت أيضا في منظومة أخرى اللي هي ما يقارب من 3 بولبرنات، وصعدت بشكل أيضا شاقولي من خلال ثقب. إذا تلاحظوه تشوفه دكتور موسى، يا ريت طلعنا واحدة من الصور اللي تبين السلك إذا ما بيه زحمة عليك. شوف هذا، اذا تشوفه هذا الـ 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 يعني الجزء الحديدي اللي بيه برغيين، هذا تحته بالضبط بولبرن مار من خلال السلك وداخل في الانبوب، يعني الانبوب البلاستيكي مشى حتى من تحت الجهاز صعودا الى البولبرنات العليا. ليش؟ لمقاومه مواجهه الاستمرارية، يعني للتقليل من صفة الاستمرارية. هذا نقطة. النقطة الثانية، طبعا أشاروا الخبراء علينا أن يوضع بولبرن في هذه المنطقة تحديدا، أولا لمنع يعني زيادة الاحتكاك، واثنين سهولة الحركة. بعدها بمسافة 30 سنتيمتر كان أكو بولبرن آخر، بعدها بمسافة 30 سنتيمتر كل 30 سنتيمتر إلى نهاية الجهاز هو أكو بولبرن يتحرك بسهولة، إضافة إلى عمليات التزييت المستمرة. شكرا دكتور، يعطيك العافية. يحفظك الله. تفضل أستاذ سعد. دكتور فراس. تفضل. دكتور فراس الله يديم فضلك. كلمة أخيرة لو سمحت. تفضل. تفضل. لا عشان نختم. شكرا لكم، شكرا لهذا الجروب الرائع، شكرا لكل المداخلات التي أضفت قيمة وجمالية لهذا النقاش العلمي. شكرا لكل الأخوة الذين تداخلوا معنا. أوعدكم في القريب العاجل إن شاء الله، وبتعاون ما بيني وبين الدكتور أثير، سوف ننجز
جهازين جديدة أيضا تقيس بعض القدرات الأخرى وبطريقة هذه المرة مختلفة. إن شاء الله سوف تنال رضاكم وسوف تكون في متناول أيدي كل الباحثين اللي يطلبوها ويحتاجوها في بحوثهم. شكرا جزيلا لكم وتصبحون على ألف ألف خير بإذن الله. والشكر لله في الملك دكتور فراس. وفي الختام باسمكم جميعا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور فراس عبد الحميد البدراني على قبول الدعوة وتقديم هذه المحاضرة العلمية الرائعة. تقبل تحيات فريق العمل، طبتم وطاب مساءكم، ونلتقيكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم جميعا، بارك الله فيكم، شكرا لكم. السلام عليكم. We'll be right back.